نروح هلا برحلة على الاقتصاد لنعرف بعض المصطلحات وعلاقته ايضا بالنظام الرقمي، اقتصاد المستقبل او اقتصاد الجديد او الاقتصاد الرقمي او اقتصاد المعرفة. هي المصطلحات كلها مرادفات لنفس المفهوم. يرتبط هالنوع من الاقتصاد ارتباط وثيق بالمعلومات وقدرة الافراد على ادارتها والتحكم فيها. هالارتباط الوثيق بين الاقتصاد الذكي وروح الابتكار والمعرفة. اليوم كمان رح نعرف التفاصيل جميعا مع ضيفنا بالاستوديو لنعرف شو معنى هالمصطلحات مع الدكتور عمار دلول، اخصائي بالاتصالات. يسعد صباح صباحك النور. واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح النور. لما نقول اقتصاد يعني بنقول عصب وحياة أي بلد، ومع تطور يمكن التكنولوجيا والعالم والإنترنت دائما يتغير مفهوم الاقتصاد ويتطور بيختلف حسب الزمان والمكان. خلينا نعرف أكثر أو نبسط أكثر للمشاهدين شو معنى اقتصاد المعرفة؟ الحقيقة نحن كنا متعودين الاقتصاد يبنى على خدمة أو سلعة، يعني بنجيب سلعة بنعمل لها صناعة تحويلية بالعادة أو صناعة ثقيلة أو خفيفة ومنبيع السلع. اليوم الاقتصاد المعرفة يعتمد على صناعة الفكرة، إنه نحن بنجيب فكرة منطورة، بهاي الفكرة بننشئ عليها اقتصاد. بنلاقي مثلا الاقتصاد العالمي كله راح بمجموعة أفكار عفوا عملت اقتصاد قوي كتير. مثال أمازون، هي عبارة عن فكرة بنت عليها سوق إلكتروني، بنت عليها بعدين نوع من أنواع الستورز اللي هي مخازن كبيرة ما بيجي عليها المستهلك وإلى آخره، وتطورت فصارت اليوم هي عبارة عن نوع من أنواع اقتصاد يوازي اقتصاد دول. فاليوم اقتصاد المعرفة يرتبط ارتباط وثيق بالتكنولوجيا المعلومات صحيح. واستعمال المعلومات لأنشئ عليها سلعة، هي السلعة أقدر استفيد منها لتعمل لي عائد. واليوم نحن بوضعنا هلأ هي أهم أنواع الاقتصادات لتنشئ نوع من أنواع الموارد بوضع مثل وضع اليوم اقتصاد فيه إشكاليات بالصناعة وإلى آخره. نعم، يعني عم نحكي عن تعريف هلا، خلينا نحكي عن بعض الركائز. هلا نحن شفنا بعض المحاولات السورية المحلية الخجولة خلينا نقول بالتسويق الرقمي أو نعم. الاقتصاد المعرفي نعم. المرتبط ب خلينا نقول الإنترنت والأرقام مثل ما عرفنا، لكن عشوائي غير منظم بيحتاج لشوية ركائز اليوم حتى يتنظم ويصير مثل ما قلنا المواقع العالمية اللي عم تسوق وصار إلى اسم كبير بكل العالم مو بس محليا يعني. نعم، حقيقة هي الموضوع كمان مرتبط بعدة نقاط. اليوم في تشريعات موجودة صحيح. هاي التشريعات عم تساعد لإنشاء نوع من أنواع التطبيقات وتكنولوجيا المعلومات والسواق الإلكترونية وإلى آخره، ولكن اليوم ما في نوع من أنواع برامج التوعية باتجاه أهمية هذا الاقتصاد. صحيح. فاليوم لازم يكون في برنامج توعية قديش هذا الاقتصاد مهم ليعملنا عائد استثماري، وعادة بيكون المارجنز فيه أو العائد الاستثماري فيه كتير كبير يعني لا يرتبط بالرأس المال، زائد توعية أنه في ضوابط وفي أنظمة، زائد في بنى تحتية لازم تكون هون موجودة. هالبنى التحتية ما بيقدر يعملها شخص. اليوم في توجه حكومي لازم، مثل ما سمعنا آخر فترة استراتيجية الحكومية للتحول الرقمي وإلى آخره، في استراتيجية في بنى تحتية لازم تقوم فيها الدولة ليركب عليها بعدين نوع من أنواع الأفكار تتطور لتصير نوع من أنواع الخدمات المعرفية، لتنشئ نوع من أنواع الموارد لتصير اقتصاد معرفي. هي النقطة يمكن أستاذ عمار حكينا عنها سابقا لما نطبق يمكن هيدا الاقتصاد الرقمي اليوم أو الاقتصاد المعرفي، قديش فعلا في مردود فعليا مادي وفينا نقول إنشاء بنى تحتية أساسا لصالح اقتصاد البلد صحيح. بعيدا عن يمكن فينا نقول كمان مصالح الأشخاص صحيح. اليوم كنا حكينا سابقا عن آلية التشبيك، قديش ممكن تشبكوا مع جهات معنية، وعم نرجع نحكي ونأكد قديش له دور كتير كبير. احنا نوعا ما عم نقول اقتصاد وطني، يعني تدوير اقتصاد صحيح. بعد مرحلة من 10 سنوات من الحرب على الإرهاب الاقتصاد بيلعب دور كتير كبير لبناء الدول. صار في تشبيك، يعني حكينا سابقا قديش مهم تهيئة البنى التحتية، لو بيكون في فعلا جهة معنية هي محتاجة يمكن فينا نبلش ببناية، فينا نبلش بمؤسسة صغيرة، فينا نبلش بجهة صغيرة. إذا بتسمحي لي هون في نقطة كثير مهمة، عادة الاقتصاد المعرفي لا يرتبط بجهات، يعني اليوم أنا بهيئ الفكرة بهيئ البنى التحتية
هي الحواضن والى اخره، ولكن اقتصاد المعرفه عاده يبنى على اشخاص. بيجي طالب او بيجوز له دعم 100%، يعني بس انا بدي اعمل له البنيه واعمل له خلينا نسميه بيسموه انكيوبيترز او عمليا حواضن، بيهيئ له انا حواضن لهذا الشخص، ولكن هو الفكره تنشا وتطور من شخص او عده اشخاص بيكون عندهم فكره بيقعدوا بيرتبوا هي الفكره وبيطلعوا فيها ليحولوها لسلعه. يعني انا اليوم عندي فكره لاعمل موقع ما بعرف شو بيعمل او كذا او كذا، عندي فكره لانه يكون عندي مثلا برنامج اذا ساويته فممكن يزيد الايراد بقطاع معين. هي الفكره لما بكون في حدا قاعد محتويني لطور هي الفكره فبمشي فيها بخطوات معينة لتصير نوع من أنواع. هذا غير موجود، هذا اللي عم نحكي عنه، يعني تلاقي بالبلاد العربية أو بالبلاد الغربية خارجا بيشتروا فكرتك وبينموها وبيحتضنوها، هذا اللي عم نحكي عنه. فبالتعاون مع الجهات قديش قادرين فعلا اليوم ننفذه نحن؟ هلأ برا منشوف نوع من أنواع مسرعات الأعمال بسموها فينشر كابيتال، اللي هي بيجي واحد بلاقي فكرة كتير مهمة بروح بيعملوا فيها ضخ نوع من أنواع الأموال البسيطة ما أنا أرقام كبيرة لطورها بشكل سريع وإلى آخره. في نوع من أنواع خلينا نقول برامج البرامج لحتى تحتوي هيك النوع من أنواع الأفكار. ولكن اليوم الحقيقة هذا لا يمنع أنه ما نكون في عنا على الأقل توعية، برنامج توعية بالجامعات مثلا، لأنه إذا ملاحظ بالكرة الأرضية كلها كل البلاد اللي تطورت باقتصاد المعرفة بدأت من الجامعات، جابت الجامعة عملت جنب الجامعة نوع من أنواع الشركات المبسطة على شكل حواضن لهدول العالم، جابت هدول الأشخاص الليدرز اللي هن عمليا عندهم فكر إبداعي أعطتهم فكرة أو أخذت فكرتهم وأعطتهم كيف ممكن ينفذوها، فراح طارت بشكل سريع لساويت نوع من أنواع الشركات اللي عملت إيراد مرعب لهي الدول. هلأ طبعا ليش الانطلاق من الجامعات؟ لأنه عادة بالوقت هذا اللي هو نوع من أنواع المعرفة بيكون في الطالب عم يستقبل كتير أفكار معلومات وعم يعمل أبحاث. يعني خلينا نكون واقعيين، اليوم نحن شعبنا شعب ما بيقرأ، عم بحكي على الأقل عن حالي مشان ما حدا اتهم حدا. فاليوم بس نتجاوز عمر معين تطوير المعرفة عنا بيكون بطيء، ولكن تطوير المعرفة بيكون كتير سريع عند الطلاب. صحيح. وبالتالي اليوم لما هذا الطالب يروح بيعمل أبحاث بيطلع معه أفكار يمكن تكون معنا فكرة جديدة، ولكن شاف فكرة مطبقة بمكان ما على الإنترنت مثلا وراح عملها نوع من أنواع الإسقاط على الواقع الاجتماعي الموجود هون، فبيروح بتلاقي عمل فكرة بتطبق على الواقع تبعنا بدعم بسيط ممكن تعمل نوع من أنواع حركة اقتصادية ودورة اقتصادية كتير كبيرة. هلأ الأجمل من هيك أنه نطور لها لتروح عالميا. فأنا بعمل إيرادات كتير كبيرة بسلع هي مختلقة من أفكار، وبالتالي اليوم ما بدي نوع من أنواع الرأسمال استثمار كتير كبير. ونحن بحاجتها لأن اليوم عنا إشكاليات بالتجارة بالصناعة وإلى آخره. فاليوم الأفكار هي اللي ممكن تجيب لنا إيراد خارجي. صح. مثل الهند، هلا الهند اليوم عنده نوع من أنواع الموارد عالية كتير بسبب الخزان البشري الموجود عنده اللي هو بينشئ نوع من أنواع المبرمجين وإلى آخره والتطبيقات وإلى آخره. فاليوم هو الحل أحد الحلول المهمة لما يكون في اليوم اقتصاد متأرجح، وخاصة أنه بسوريا صار عنا اقتصاد ناشئ ما هو اقتصاد مدخم مثل بعض الدول العربية. اليوم اقتصاد ناشئ ممكن العمل عليه وتطويره وتعميره أيضا لاستقبال الإيرادات، وهون تجي أهمية استثمار الأفكار مثل ما قلنا. خلينا نحكي اليوم عن الاقتصاد المعرفة اللي بيفوت بكل المجالات مثل ما حكيت، ممكن تكون وممكن تكون أيضا تحويل المعلومات الأكاديمية إلى عملية فورا واستقطاب الأفكار ممكن طرحها أو تطبيقها على الواقع. نحن عنا مشكلة كمان بسوريا، الأفكار المبدعة لا تطبق على أرض الواقع، تحفظ بعيدا مثل البحث العلمي اللي الحقيقة إذا بدنا نحكي خلينا نقول ليش عم يكون عندنا هاي المشكلة. الأفضل ما نقول إنه نعمل تعريفات، لأنه قد ما منعرف آخر شيء ممكن حد يفوت على الإنترنت يشوف هاي التعريفات. هلأ اليوم ليش ما عم تطبق هاي الأفكار؟ اليوم عم يكون في عندنا حدا صاحب فكرة كتير مهم وفكرته قابلة للتطبيق
وعم يكون عندنا شروط وضوابط ونوازم وقوانين وإلى آخره. اليوم في حلقة ناقصة بيناتهم اللي هي خلينا نسميها أدابتر لحتى يقدر يقول هاي الفكرة كيف ممكن تطبق. يعني بيجي بيعمل هاي الفكرة بده يبلش طبق بيقول له ما بيصير لأنه لازم يكون في ترخيص ما بعرف من وزارة كذا ولازم يكون في عندك ما بعرف تطبق النظام الفلاني بالقانون الفلاني ليكون عندك كذا. فبيروح هذا الزلمة بينصدم بآلية تطبيق هاي الفكرة. فاليوم بده يكون في جهة معينة تلعب دور الأدابتر والتسهيلات اللي تجيب هالأفكار خلينا نسميها أكثر من أنه تسهل تبسط. صحيح. هالتبسيطات تصير أنه يجي هذا صاحب الفكرة يقول له نحن لتساوي هالفكرة لازم تعمل 1 2 3 لتاخذ تراخيص لتاخذ ما بعرف يمكن تطبق قوانين لتسجل بمكان معين بملكية فكرية وإلى آخره ليقدر يظهر فكرته وتصير موجودة على أرض الواقع. فأهم أنه نحن نعرف اقتصاد المعرفة شو ممكن يعمل وإلى آخره أنه تطور كتير وصار وراء مصارف. اليوم هذا الاقتصاد إذا بيكون وراء مصارف بيتطور بشكل سريع ليه؟ لأن المصرف ممكن يتبنى عدة أفكار وهي الأفكار تعمل شيء بومينج يعني تعمل شيء لطيف. بس هدول الأفكار يمكن 100 فكرة يتبناها حدا معين تنجح منها 10. فهون في بده يكون عنده محفظة استثمارية هذا المصرف عم يصرف فيه على أفكار كتيرة. بس ممكن من هالأفكار كتيرة 10 يجيبوا له إيراد أكثر ما بيتوقع من هاي المحفظة 100 ضعف. يمكن فكرة شوف نحن كثير بيقولوا لك مثلا حدا من الشباب عمل تطبيق معين ببلد معين بموارد بسيطة بدخل بسيط بتمويل بسيط ولكن هذا اليوم حقه بليونز مليارات. ليش؟ صحيح. لأنه هذا عمل بومينج بطريقة تطبيق الفكرة. هون مشكلتنا نحن مشكلتنا اليوم أنه يكون في حدا عم يلعب دور الأدابتر يجيب هاي الفكرة يطورها يقول لك كيف ممكن تتطور يعمل له بزنس بلان يعمل له خطة عمل طويلة يجي يقول له انه شو الضوابط والنوازم لحتى هي الفكرة تمشي بدون عقبات. نعم. تمام. لانه بجوز يقلع بالفكرة يجي حدا لعنده يقول له اخي فيك وانت تشتغل انت لازم تعمل الترخيص الفلاني. صحيح. يوقف. تمام. فهون اعتقد في جهة هلا ما بنعرف مشان ما نسمي جهات نحن ما بنعرف مين لازم هي الجهة تكون ولكن لازم تكون اقرب الى وزارة الاتصالات مع وزارة المالية مجتمعين يمكن وزارة الاتصالات مع التنمية الإدارية مجتمعين. ما بنعرف. حطيت إيدك فينا نقول على الوجع أستاذ عمار وهي نقطة كتير مهمة نتمنى فعلا تلقى صدى ورعاية ويتم تنفيذها على أرض الواقع لأنه فعلا بتساهم بتطوير الاقتصاد اليوم في ظل الظروف اللي عم نعيشها. بدي أشكرك أكيد. نعم. على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا. نتشكرك دكتور عمار دلول اختصاص اتصالات على وجودك معنا ونحن بنتمنى ودائما يعني عبر منبر الإخبارية بنقول إن شاء الله الجهات الحكومية فعلا تعمل لتسهيل الإجراءات لأي أفكار إبداعية لأي مشروع صغير ممكن يساهم باقتصاد البلد. ما بدها تروح الدبانة من عنا فإن شاء الله يا رب هيك فعلا يكون لهذا الحكي صدى عند الجهات الحكومية وخاصة بتطبيق الأتمتة حتى تسهل شوي من روتين المعاملات المكتبية كمان بشكل أسرع كمان للأفكار اللي ممكن تطرح. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك.